أنا اسمي أحمد إيراج وداش في دورة مدرب المدربين رقم 11 مع الأستاذ محمد القرفان. فمن خلال 5 أيام قضيناها في هذه الدورة وراح نقضيها إن شاء الله، إحنا في نص الدورة، في استفادة ملحوظة في مهارات جديدة يكتسبها الإنسان، في أدوات جديدة يستخدمها في عمله. أنا كفنان وكمنتج أحتاج لهذه المهارات لأوظفها في نطاق عملي، وفوق هذا وجودنا بس في هذه الدروس والدورات اللي قاعد ناخذها هي بحد ذاتها إضافة للحصيلة العلمية اللي يمتلكها الإنسان. أنا وايد سعيد بتواجدي وتعارفي على مجموعة من الأخوة والأخوات اللي زادوا في رصيد معارفي، وأنا فخور فيهم وفخور بالدكتور محمد وعلى حرفيته العالية في تقديم الدورة وشلون قاعد يوصل لنا المعلومة بشكل سلس ويحفرها في الذاكرة. أتمنى أني أنا أكون وفيت وكفيت حق الدورة وقلت اللي أنا مريت فيه بصدق، وإن شاء الله أنصح كل من يحب يطور نفسه ويصبح مدرب في يوم من الأيام ويزيد حصيلته العلمية ويزيد من مهاراته أنه يلتحق بهكذا دورات ويا حبذا مع مدرب مثل الدكتور محمد. تحياتي لكم، أخوكم أحمد إيراج.